طيب رحت استلمت هذه الشحنة، خليني الحين افتحها معاكم. هي على حسب توقعاتي في المقطع هذا حينزل حتشوفوه الحين، واللي هي على حسب توقعاتي حيكون زي اللي في العنوان يعني، وزي اللي في صورة المقطع. خلينا نشوف. اوكي الى الان تمام، انا شايف بس العلم من الخلف. هي هو 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 الانفجار المرعب. فهذه هي علبة البلبل، واخر بلبل حينزل من تكابة تومي لجزء فايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم حنفتح علبة الانفجار المرعب، آخر بلبل ظهر في جزء فايز، وآخر بلبل حينزل أصلا حيظهر في هذا الجزء، الجزء الرابع، وطبعا البلاب اللي بعدها حتكون من الجزء الخامس يا جماعة. البلبل هذا أصلا من تكابة تومي، هو الإصدار B157، فبهذا الإصدار اختتمنا بلاب الجزء الرابع. هو تطور لبلبل لاعب أديب، أديب كان عنده بلبل إلكتروني واللي هو الانفجار المتوج أو التكوين الملكي، وتطور صار عندنا الانفجار المرعب. فالانفجار المتوج الالكتروني صار الانفجار المرعب كمان الالكتروني، ولكن العلبه هذه فيها قطع اضافيه. اول شيء نشوف العلبه من هنا، طبعا اللاير بنظام الجي تي اللي بدكم تفك اللاير يعني تغيروها، واكيد البلبل في جماعه حلقه الكسوف اللي هي هذه الحلقه اللي نقدر نركبها على التكوين الملكي وكمان على الكاس المتأجج البلبل الاسود. طبعا بلبل قيس كمان، هذا اديب وهذا قيس اللاعب اللي هو موجود هنا اكيد في العلبه اللي هو هذا اللاعب. يا جماعة كثير منكم ممكن تسألني، هنا في بلبل قيس، وهنا في بلبل دريد الجديد، وهنا كمان في مجموعة رباعية لجزء الرايز اللي على فكرة ما حتنزل من توي برو، موجودة حصريا بس في متجرنا سويت تويز. فهذه كلها منتجات البلابل، بلابل الرايز بالتحديد اللي موجودة في سويت تويز اللي هو متجر مانسي بليد. أكيد يا جماعة مو بس هذه البلابل الموجودة، ادخل على رابط المتجر حيكون تحت في صندوق الوصف، وشوف المنتجات الجديدة، دائما حيكون في منتجات جديدة، وبالذات ال 15 يوم الجاية حيكون في منتجات مرة كثير جديدة، فشوفوها وأكيد حاعلن عنها في القناة، وطبعا رابط المتجر تحت في صندوق الوصف توصل لجميع دول العالم، وجميع طرق الدفع الإلكترونية متوفرة. لا تنسوا تدخلوا على مواقع التواصل الخاصة بالمتجر، كمان حتلاقوه تحت في صندوق الوصف، حتلاقوا يا جماعة في المقاطع أو البوستات اللي حتكون في مواقع التواصل أكواد خصم، استخدموها لما تشتروا عشان يجيكم خصم فوق الخصومات الموجودة. بلبل الانفجار مرعب كان موجود قريب في المتجر بكمية مرة كبيرة، وكلها خلصت أول ما ظهر بلبل في الأنمي، فاللي حيصير إنه حطلبنا كمية جديدة حتاخذ تقريبا 12 يوم إلى 15 يوم لما تكون واصلة، وكذا لما توصل حنعرف في مواقع التواصل في اليوتيوب. بلبل بيج بان جينيسيس ما أدري ليش، فما اللي غير الاسم يعني. شوف كيف هنا قاعدين نقول انه بدنا نركب كمان على الكاس المتأجج والانفجار الانفجار ليش؟ المتوج، يب اللخبط بينهم دائما. وهذه حلقة الكسوف، هذه هي اللير، اللير طبعا اتطورت يا جماعة، مو بس غيروا لونها، لا كمان زادوها شفرات واشياء حوريكم. هي ديسك اللي جاء معاه ديسك الزيرو، وهذه القاعدة. الحركة اللي سويتها تكابا تومي هي انه خلت البلبل هذا انك تشتري بلبل كامل، ولكن انت بس حتحصل على اللير، لانه اجزاء اللي ظهرت في الانمي هي قاعده الكترونيه، ما هي هذه الاجزاء اللي حطوها مع العلبه، بس هم حطوها علشان يبيعوا لك اللير، يعني عرفت كيف؟ فاخترعوا لك كومبو وبلبل بنفسجي عشان تشتري هذه اللير، يجي معاها هذه القطع تقريبا مجانا لان انت ما تحتاجها. النسخه اللي كان يستخدمها اديب في الانمي كانت بقاعده الكترونيه، هي نفس قاعده الانفجار المتوج ولكن لونها ذهبي، هذه القاعده موجوده عندها في المتجر وتباع على حده ترى اللي حابب يشتريها يعني. طيب الحين يا جماعه بشرح فكره اللصق وجيت. فهنا في كود، والله ما ادري ايش اللي يبغى ياخذ يعني ياخذ عادي. طبعا هذه النسخه هي نسخه تكابا تومي الاصليه، يعني ما هي من شركات ثانيه مثل توي برو او يانج تويز او اي من هذه الشركات. هذه النسخه ترى نادره تعتبر. اوكي نشيل العلبه على الجنب، نفتح بهذا الشكل، وقت التعليمات السكرات، وهذا هو البلبل حلقه الكسوف لحالها زي ما انتم شايفين، والقطع كمان لحالها. ممكن يسال منكم الحين لو انا بخلي حلقه الكسوف على الانفجار المتوج، وبخليها كمان على بلبل قيس، يعني بخليها على البلبلين في نفس الوقت، وحتى كمان بخليها على التكوين الملكي، لازم بلعب بينهم زي الثلاثي مثلا، ما حقدر. يمديك مع سويت تويز نبيع الحلقه هذه لحالها، فيمديكم تروح تشتروها لحالها ترى يا جماعه، وهذا شيء يميزنا مره، ما حتلاقوه الا عندنا. هنا عندنا يا جماعه الاستكرات، ما يعتبر استكرات ما هي مهمه ابدا يعني قليله وما حتاثر، خليها على جنب. ووقت التعليمات، بس بشوفها صراحه انه حاسس انها ثقيله وكبيره كمان. ووقت التعليمات غريبه، فيها معلومات جديده اتوقع. عن طريقة تركيب اللير وكيف ان نقدر نركبها وكيف انها انفينيتي كليك، فهذا كيف نتعامل مع هذا الشيء يعني، وكيف نركب جهاز الاطلاق، وكيف نركب الحلقة اللي ايش اسمها؟ حلقة الكسوف اللي هي هذه الحلقة الرهيبة، هذا حتشوفوا بها مقاطع في الايام الجاية حتكون مرة قوية. وهنا الباقي قطع، قاعدة خبصت عليها قطع، حوريكم هي بشكل سريع كلها بعدين ننتقل للير اللي حنفصل فيها تفصيل مرة كبير. قاعدة هي قاعدة دفاعية واللي يميزها المعدن، وترى هذه القاعدة هي نفسها بالضبط قاعدة انبراطور الامواج، قاعدة انبراطور الامواج هنا بلاستيك، الكورة هذه المتحركة بلاستيك، طبعا هذه يا جماعة دوران حر، انبراطور الامواج اللي ما يعرفه هذا هو بلبل دفاعي من جزء التيربو،
فالقاعدة صراحة مميزة يعني، في مباراة الماتش كانت مرة قوية، فما بالكم دحين ومطوبة وفيها معدن. فصراحة أنا أشوف إنها حكون قوية بس ما قد جربتها. ديسك معروف لا يعرف يعني، موجود مع كثير بلابل، ديسك الزيرو واحد من أثقل الديسكات في كل بيبتل. فخليه هنا الديسكات، هنا حلقة الكسوف في بيتكم هي وحبيبكم، مش فديتها بعد ما ركبها، بتشوفوها بشكل سريع كده من الأطراف. هذه هي لير الانفجار المرعب، شوفوا كيف شكلها خرافي يا جماعة. دقيقة لازم مقارنة سريعة، شايفين اللير هذه مرة دفاعية واضحة، أما هذه ضافوا لها شفرات وضافوا لها كمان حلقة الكسوف، فصارت هجومية مرة قوية. ف يعني صارت تحطم تدمر، عارفين كيف؟ يعني تنهي النزال ببيرس مو بخواص خارج الحلبة وتوقف عند دوران. طبعا اللير دوران يميني وفيها انفنت كليك، يعني كليكات لا نهائية، صراحة متحمس اني اجربها يا جماعة، واني حفعل وحخرج كل طاقتها الموجودة باني حغير القطعة الدرب الالكتروني، لان الدرب الالكتروني فيه عيب واحد صراحة، اللي هو اني اخلي البلبل اصغر من البلابل الباقية، فما تصير من الشفرات الموجودة في اللير، ولكن انا حغير وحخليه يصير اقصر فنستفيد من كل اللير، عرفت كيف؟ وحاوريكم هذا الشيء. فخلينا الحين نركب الحلقة، طبعا كذا بس تضغطوها لتركب وبعدين تلفوها بالاتجاه المعاكس، يعني شايفين الشفرة هذه؟ هذه لازم تكون هنا، ما تلصقوها كذا ما تخلوها كذا قريبين من بعض، كذا افضل يكون في فراغ بينهم بالضبط. شايفين كيف الشكل؟ طبعا ناخذ لفة الحين على اللير وعلى الشفرات الموجودة فيها، واكيد ما ننسى يا جماعة القطعة هذه اللي كانها سيف كذا موجودة في الجهتين من هنا ومن هنا، يعني نقطة قوية مرة لهذا البلبل. الحين صراحة بركب القطعة اللي جت معاه، بعدين بركب القاعدة الالكترونية. فا اوكي طاح، نشوف اول ما بركب بلبل كذا من كليك بغير قطعة، يعني تيث عنده احسها مرة اخف من حقة الانفجار هذا، شو اسمه انفجار المتوج يب. هنا كذا احسه تحطم بسهولة صراحة، شايفين احس مرة يتحطم بسهولة. يب يب يب، هذا اخف يا جماعة مرة، اللي من كليك عنده ضعيفة يتحطم، يعني في احتمالية انه يتحطم. هذا اقصد، او هذا الشيء اللي اقصده لما اقول انه انفنت كليك، انه ما عنده كليكات، فالبلبل دوران لا نهائي. شوف اللير من هنا مدعم بالحديد، فهذا كله حديد زي من وزن اللير، وزنه صراحه ثقيل. فنفك حلقه الكسوف، كيف نفكها هاي الحين؟ اوكي فكيتها يا جماعه، وبركبها على الكاسر المتأجج. نايس، هذا طبعا تكون في النص كذا، حق الكاسر تكون في النص، تضبطوها كذا بالضبط. كذا في الانمي يعني، هذا اللي شفته انا. هنا عندنا هذه من المتجر، طبعا هذا البلبل نسخ المتجر. خلينا نفكها، كيف تفك كمان؟ ترى ما افكها كذا، انا اقعد لف كذا تفك معاي. خليني اركبها على النسخة الأصلية. وكذا يصير عندنا يعني حلقتين كسوف، شوف كيف. شيء خرافي، أقدر ألعب نزال بينهم الحين. الحين نشيل كل هذه القطع يا جماعة، شايفينها على جنب. نجيب الحلبة ونبدأ نجرب بلبل. تخيل كل مقاطعنا زي كذا تكون الخلفية، والله مرة حلو أنا أشوف. صعب مرة يعني، لأن مكان التصوير لوكيشن التصوير هذا اللي هو موقع التصوير يعني مرة صعب، مكان ما يخطر على بالكم. يعني لو ابيكم ايش حواليه الحين تقول لا تصور هنا. شغل قاعده جرب الاطلاق الاول او انزل. ايش هذا؟ ما فايده، احسه ضعيف مره يا جماعه. التجربة الثانية عبيب الهجومي كلهم حلقة الكسوف. تكون عندي ثلاث تجارب في مقطع اليوم، لسه باقي كمان تجربة أخيرة. الحين نفك القاعدة نرجع للتكوين الملكي ونلعب التكوين الملكي بالقاعدة الإلكترونية، والانفجار مرعب حيكون بقطع اللي جت معاه. يلا يا جماعة كويس صراحة بنفس القطع بس مع الكاسر خرج. بس هذا كل عندنا اليوم، ننسى اللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات، وهذا كان الانفجار مرعب، جربناه في 4 جولات يعني، كل جولتين كانت بقطع مختلفة، فحيكون في اكيد تجارب اكثر في الايام القادمة، بالذات مقطع بكرة حيكون مقطع مميز، فترقبوا. وصلنا للختام، سويت زي كذا يا جماعة، فوصلنا للختام، شكرا، مشان اشوفكم القطع الجاية، ومع السلامة، لايك واشتراك طبعا ضروري يا جماعة مرة.